وصول عدد ضحايا فيضانات ليبيا إلى أكثر من 3800 قتيل. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. تغيير دقيق للغاية يطال لون وشعار فيسبوك. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من ليبيا، حيث خلفت الفيضانات التي تسبب بها الإعصار دانييل بأكثر من 3800 قتيل بحسب حصيلة جديدة أعلنتها حكومة شرق ليبيا، تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، في حين أن الجثث التي دفنها السكان على عجل في الأيام الأولى بعد الكارثة لم تحتسب في تلك الحصيلة. في الأثناء تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر، حيث لا تزال 9 فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات. وفي مشهد نادر أظهرت مقاطع فيديو تحول مناطق من الصحراء الليبية من منطقة قاحلة إلى ما يشبه البحر، ما أدى إلى توقف حركة المرور تماماً، وهو ما دفع عددا من السكان إلى استخدام القوارب لعبور الطرق. عشية عيد الغفران اليهودي وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس من جهة باب المغاربة. والشرطة الإسرائيلية وفي الجديد التصريحات كانت قد نشرت الحواجز في البلدة القديمة ومنعت بعض الفلسطينيين من دخول المسجد، وأبعدت أيضاً عددا من المصلين المتواجدين بداخله عن المسار المعتاد للاقتحامات، والتي تتم على شكل مجموعات بمشاركة حاخامات وأعضاء سابقين في الكنيسة، دون أن تخلو تلك الاقتحامات من أداء المستوطنين لصلواتهم في باحات المسجد، بالإضافة إلى أداء أغاني ورقصات على بعض أبوابه. في عالم التكنولوجيا، أجرت شركة ميتا مالكة فيسبوك تغييراً دقيقاً للغاية وغير ملحوظ لكثير من الناس على شعار تطبيقها الجديد. في مفاجأة جديدة وصفها العاملون في المنصة بالخطوة الأكثر جرأةً، شعار فيسبوك الجديد يشبه بشكل لافت للنظر النسخة القديمة، لكن ميتا تقول إنها تعمل على تحديث نظام الهوية الخاص بهذا الموقع الأزرق، ويتضمن ذلك شعاراً محدثاً باللون الأزرق ولكن بدرجة داكنة، والخط العمودي للحرف F أصبح أكثر سمكاً قليلاً، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن له حافة أكثر حدة. في حادثة غريبة، هرب رجل روسي يدعى كالونوف، هرب من السجن ذاته الذي كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه، وذلك بعد قضائه 22 عاماً فيه لارتكابه جرائم خطيرة. التهم التي وجهت لكالونوف كانت القتل، السرقة، حيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وحتى عبوات ناسفة. كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن بقرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك الأسبوع الماضي، لكن الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية أعلنت أنه اختفى في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، أي حوالي الساعة 4 صباحا. في خبرنا الأخير، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص محبي السهر في الليل يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بمن يستيقظون في الصباح الباكر. الدراسة وجدت أن الأشخاص الذين يقضون الليل مستيقظين أكثر عرضة بنسبة 45% لتطوير عادات نمط حياة غير صحية، ونتيجة لذلك هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو أحد أنواع مرض السكري الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ويحدث نتيجة حدوث مقاومة في خلايا الجسم لهرمون الإنسولين أو عدم كفاية كمية الإنسولين المنتجة في البنكرياس، ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها زيادة الوزن وقلة النشاط البدني.